السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير واحد الهلال بالكاوكاو. كيجي لذيذ بزاف وكيدوب في الفم وغادي يعجبكم. هي من الحلويات المغربيه القديمه واللي لذيذه بزاف واقتصاديه. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجو في هذه الوصفه، غنحتاجو 250 غرام من الزبده. انا استعملت هنا الزبده اللي لذة اللي كتجي زوينه في الحلويات. غنحتاجو 250 غرام من الكاوكاو اللي كنحمروه، كنخليوه بقشوره وكنحمروه مزيان وكنطحنوه ونغربلوه حتى كيولي عندنا على هذا الشكل. غنحتاجو 250 مليلتر من الزيت و 250 غرام من السكر سنيده. 250 غرام هي ما يعادل كاسين من السكر سنيده وكاسين من الزيت وكيس واحد من خميره الحلويات ما يعادل 7 غرام والدقيق حسب الخليط. نبدا الان تحضير هذه الوصفه. اول شيء غنقوم به هو غادي ناخذ الزبده ديالنا. الزبده خاصه ضروري تكون بدرجه حراره المطبخ باش ما تبقاش لكم فيها الحبيبات مني تبغيو تخدموها في هذه الحلوه. وغادي نضيفوا لها السكر الخشن او السكر حبيبات. غادي نخدموها مزيان مع السكر حتى كي ندمج لينا الزبده مع السكر مزيان. بعد ما خدمنا مزيان الزبده مع السكر سنيده او السكر حبيبات، غنضيفوا ليها الكاوكاو. كما قلت لكم هذا الكاوكاو فانا حمرته، كنحمروه وكنطحنوه وكنخليوه بقشوره، ما كنحيدوش له القشور. غادي نخدم هذا الكاوكاو حتى هو مع الزبده. هاد الحلوه راه كتجي كتذوب في الفم وكتجي لذيذه 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 بزاف، اكيد غادي تعجبكم. نخدمو هكا كاوكاو مع الزبده. كما كتلاحظوا معايا بحال هاد الشكل، نخدموه مزيان. الان غادي نضيف لهم الزيت، جوج ديال الكيسان، عبروا بالكاس ديال العنبه اولا عندكم هذا الكاس اللي كيكون فيه العبارات، فانا كنعبر 250 مليلتر، يعني ربعه ديال الزيت وربعه السنيده اللي حتى هي 250 غرام. ممكن لكم تعبروا بهذا الكاس، راه كيسهل عليكم العبارات. ديما البنات كيسولوني اش من كاس كنعبر فيه، انا كنعبر غير بهذا الكاس، ديما اي حاجه كنعبرها غير بهذا الكاس. غادي نخدموا هاد المكونات مزيان. بالنسبه لهاد الحلوه فهي كتعطينا كميه كبيره، يمكن لكم ديروا نصف ديال المقادير. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا خدمنا كل هاد المكونات جيدا. هادي من بين الحلويات اللي ما فيهاش البيض، بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من البيض فيمكن ليهم يحضروا هاد الحلوه. الان غادي نبدا نضيف الدقيق ونجمع هاد الخليط ديالي. غادي نضيف ايضا كيس من خميره الحلوى. نديرو غير كيس واحد فقط وغادي نبقى نضيف الدقيق حتى غادي نجمع العجينه. عجينه ما تكونش قاصحه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش رطبه بزاف، حيت لا كانت رطبه بزاف وما كثرتوش الدقيق اولا ما عطيتوش الدقيق الكافي لهاد الحلوى، فراه تقدر مني تشكلوها كتضيع في اللاطه وما كتبقاش، ما كيبقاش الشكل ديالها مقاد وما غاديش تجيكم زوينه. في المقادير ما ذكرتش لكم السكر الناعم اللي غنحتاجوه للتزيين، ففي الاخر غادي نوريكم طريقه التزيين
والسكر الناعم اللي خاصكم تختاروه ضروري من النوع الممتاز الخاص بالحلويات. ما تشريوش د العبار، شريو د الكرتونه، كاين واحد السكر اللي كيتباع في كرتونه الكيلو، هذاك هو اللي تاخذو، من الافضل فهذاك كيكون ممتاز. غادي نستمر على نفس العمليه حتى غادي نجمع هذا الخليط ديالي ونتلاقاو من بعد باش نشكلو الحلوه ديالنا. بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا كما كتلاحظوا معايا، فغادي نبداو نشكلوها الشكل ديال الهلال. وكنشكلوها بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، كنحطوها في الصينيه اللي غادي ندخلوها للفرن. في هاد الاثناء كنكونوا سخنا الفرن، ما كنسخنوش بزاف، كنخليوها على نار مهيله، كاع الحلويات ما طيبوهمش على العافيه تكون مجهده بزاف باش ما يتحرقوش ليكم، ديما خليوهم على نار مهيله باش كياخذوا حقهم في الطياب، كيجيو محمرين وفي نفس الوقت ما كيتحرقوش ليكم، كتكون النتيجه ديالهم مزيانه. فغادي نكمل على نفس طريقه حتى غنكمل هذا العجين ديالي كامل. من بعد فحنا كندخلوا الحلوه ديالنا للفران، كنحمروها من التحت واش من الفوق، ما كنخليوهاش تحمر حتى كتحرق، فقط غير كتاخذ هذاك اللون الذهبي وكنخرجوها، فهي ما كتاخذش الوقت بزاف في الفرن. غادي تستمر على نفس العمليه. بالنسبه للحجم الافضل ديروا الاحجام شويه صغيره، ما ديروهمش كبارين بزاف باش ما يتهرسوش ليكم وتحكموا فيهم مزيان. نتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل ديال الحلوه بعد ما طيبتها. كما كتلاحظوا معايا فبعد ما طيبت الحلوه ديالي كما قلت لكم، فحنا ما كنحمروهاش بزاف، فقط غير كتذهب وكنخرجوها من الفرن. خاصنا ننتبهوا ليها مزيان حيت كتحمر دغيا، وخاصنا منين نخرجوها من الفران ما نقيسوهاش حتى تبرد باش ما تهرش لينا، حيت ساهله باش كتهرس. غادي ناخذوا الحلوه ديالنا الان وغادي نوضعها كما كتلاحظوا معايا في السكر، السكر الناعم، خاصكم تختاروا السكر اللي يكون من جوده عاليه. وكما كتلاحظوا معايا انا فكنستفها الان في البواطه ديال البلاستيك، وضعت بلاستيكه واحده اخرى وغادي نوضعها في هذه البواطه، راه كتبقى مده طويله وكتبقى مقرمشه وسخونه، كتبقى لكم حتى لمده شهر. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كما كتلاحظوا فكيجي الشكل ديالها رائع، والمذاق ديالها غادي يعجبكم بزاف، فكتجي لذيذه بزاف وكتذوب في الفم. كنتمنى تكون عجباتكم هذه الوصفه السهله والاقتصاديه، وشكرا على التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم. للاطلاع على المزيد من الوصفات زوروا الموقعين chefmariam.com، ايضا موقع chiwati.com. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم وتبارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا منه ناس اخرين، باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديال القناة. اشتركوا في القناة وذلك بالضغط على المستطيل الأحمر الموجود أسفل الفيديو. شكرا على تتبعكم ولوفائكم. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم، حلقة قادمة ووصفة قادمة.